الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخلافات بين البشر متعددة ومختلفة، بعضها تدور حول قضايا تافهة، خلافات بين الزوجين، خلافات بين الجارين، خلافات بين الشعوب، خلافات بين الدول. وهذه الخلافات أحياناً تنتهي إلى صراع وتنتهي إلى حروب، وربما تزهق أرواح الألوف ومئات الألوف بسبب خلاف على قطعة أرض، أو ربما خلاف على منجم أو بئر بترول أو ما شابه ذلك. الصراع بين البشر حالة طبيعية، وليس كل الصراعات البشرية حول الحق والباطل، ربما يكون الصراع بين باطلين، بل وحتى يمكن أن يكون الصراع بين حقين. على كل حال، هنالك أسباب للخلاف طبيعية، وهنالك أسباب للخلاف غير طبيعية، لكن من أهم ما يفرق بين الناس ويجعلهم مختلفين هو الخلاف على وجود الله عز وجل وعلى صفاته وعلى المسؤوليات التي على العباد تجاهه. هذا خلاف مشروع ولا بد أن تكون جزءا منه، بمعنى أن عليك بصفتك عبدا مخلوقا مرزوقا من قبل الله تعالى أن تكون معه، لأنه هو الذي خلقك، لأنه هو الذي يرزقك، لأنه سيدك، ولأن مصيرك بيده. إلا أن هنالك من أنكر وجود الله عز وجل، أو أنكر بعض صفاته، أو وقع في مطب أن اتخذ غير الله ربا، اشتبه، بدل أن يتخذ الله ربا له اتخذ عبادا له أو أصناما صنعها بيده أربابا من دون الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى جذور الحروب وجذور الجرائم، نجد أنها نابعة من أحد أمرين: إما عدم الإيمان بالله، وإما عدم الإيمان بالآخرة، أو ضعف الإيمان بالله وضعف الإيمان بالآخرة. تصور لو أن أحدا آمن بأن له سيدا خالقا ربا رازقا مهيمنا عند رب، ورب رقيب عليه يراه ويراقبه ويحاسبه، ومن ثم ينزل عليه العذاب إن ارتكب جريمة، هل من أحد يرى نفسه حاضرا عند ربه مرئيا عنده يرتكب جريمة من الجرائم التي يعاقب الله عليها؟ كلا. تصور
حينما تمشي في شارع من الشوارع والسيارات أمامك وخلفك وجميعها تخالف قوانين المرور، السرعة القصوى هنا 80 كيلومتر والكل يسوق 100، بمجرد أن يلمح أحدهم، بمجرد أن يروا الأضواء التي على سيارات الشرطة كلهم يتأدبون، كلهم ينزلون السرعة إلى السرعة المتاحة. لماذا؟ لأن هذا الشرطي سيراهم وسوف يعاقبهم بالمال أو بتنقيص النقاط. شرطي، مجرد أن تراه رقيب على نفسك تحسب 1000 حساب وحساب. كيف وإذا كنت تحاسب أن عليك رب خالق سيد وله الأمر وله الخلق، وباستطاعته في لحظة أن يقضي على حياتك، أن يسلب منك هذا الوجود الذي أنت فيه. لو أن كل الطغاة في التاريخ، كل الذين ارتكبوا الجرائم كانوا في لحظة ارتكابها يحسبون حساب أنهم مراقبون من قبل ربهم، وأن الله ربما يمهل ولكنه لا يهمل. يعني لا يمكن أن جريمة تمر ورب العالمين لا يراها ولا يحاسب عليها ولا يعاقب عليها إلا إذا تاب العبد وقبل الله توبته. هذا أمر لا شك فيه، والحديث عن الله عز وجل حديث أساسي. اللي عنده ضعف في إيمانه بالله عنده ضعف في كل شيء قطعا ويقينا، والحديث عن الله حديث ذو شجون. أحيانا يكون الحديث عن وجوده تعالى، أحيانا يكون الحديث عن صفاته. الله موجود، لكن هل الله الموجود يحاسب، يراقب، يرى، مهيمن؟ رب الآن ده يعطيني نعم، الآن يمكن أن يسلب مني هذه النعم. قد يكون الاختلاف في قضية الصفات. كان أينشتين يقول نعم لهذا الكون لابد أن يكون رب، لكن احنا ما عندنا شغل وياه، احنا في الفيزياء وعلماء الفيزياء نتعامل مع المادة ولا نتعامل مع الغيب وما وراء الطبيعة وما وراء المادة. هذا اختلاف في الصفات، هذا ما عارف رب العالمين، خلي يكون اللي يكون، بالنتيجة ما عارف رب العالمين. لأن الحديث عن الله ليس فقط عن وجوده، وإنما عن هيمنته، عن ربوبيته، عن كونه معبودا، وعن كونه يرى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قد يكون الحديث عما يرتبط به في هذه الآية المباركة التي تلوناها، وأكثر آيات القرآن ترتبط إما بوجود الله أو بما يرتبط بالله عز وجل. يقول ربنا ذلك بأن الله هو الحق، الحق المطلق، الحق الأساسي، منبع جميع الحقوق هو الله عز وجل. ذلك بأن الله هو الحق، حق المطلق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذا كنا نؤمن بالرسل فلأنهم جاءوا من قبل الله، إذا كنا نؤمن بالكتب السماوية فلأنها من الله، إذا كنا نؤمن بالقيم، نؤمن بالشرائع، نؤمن بالأخلاق فلأنها جاءت من الله. فالله هو الحق المطلق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أي شيء يدعى من دون الله؟ أحيانا الدعوة مو من دون الله، أنت حينما تؤمن برسول الله فلأنه نبي الله، هذا مو من دون الله.
حينما تطيع النبي ليست هذه الإطاعة من دون الله، لأن الله أمرك بإطاعته، وما من نبي، الله إذا يرسل نبي يريد يطاع، يطلب من عدنا إطاعته. على كل حال، هذا الحديث اليوم مهم ودائما مهم، خاصة حينما نرى أن هنالك أشخاصا بدأوا يجاهرون بالإلحاد، يدعون إلى الإلحاد، ومؤسسات شغلها وعملها أنها رفعت راية الإلحاد ودعوة الناس إلى عدم الإيمان بالله عز وجل، حتى أن أحدهم كتب كتابا أصبح الأكثر انتشارا لمدة أسابيع، يعني ملايين قرأوا هذا الكتاب، ورأيت ترجمته أيضا بمختلف اللغات ومن قبل أشخاص يؤمنون كما يؤمن. سمى الكتاب وهم الإله، على أساس أن الله وهم. أريد أسأل، إذا كان الله وهما فما هو الحق وما هي الحقيقة في نظرك؟ أن الله وهم، شنو الحقيقة؟ إلى ما يدعو هؤلاء إذا كانوا يرون أن الله وهم؟ نحن نقول إن هذا الكون بما فيه من آثار الحكمة وآثار القدرة وآثار المعرفة خلقه من هو فوق هذا، فوق هذا، يعني علمه أكثر من علمنا، قدرته أكثر من قدرتنا، وحكمته أكثر من حكمتنا. نحن نقول هذا الكلام، وهذا أمر منطقي. أنت إذا ذهبت إلى مكان ما ورأيت جهاز معقد مفيد مهم، ما الذي تقول؟ تقول من الذي صنع هذا الجهاز؟ إذا كان مثلا أنت في غابة ورأيت هذا الجهاز وشفت نمور وأسود وقردة وأشجار وأرض، تقول هل القردة صنعوا هذا الجهاز؟ القردة صنعوا هذا الجهاز؟ النمور والأسود والأشجار والتراب، هؤلاء البديل الذي يدعون الناس إلى الإيمان به بدل الإيمان بالله، هو الإيمان بالطبيعة. الطبيعة شنو؟ الطبيعة يعني التراب، يعني الهواء، يعني الماء. يدعون إلى إله عاجز، عاجز. هذا التراب قادر على أن يدافع عن نفسه؟ هذا التراب قادر على أن يصنع الشيء؟ عاجز. الهواء عاجز، الرياح عاجزة، المياه عاجزة. هؤلاء يدعون إلى الإيمان بإله عاجز ضعيف بلا علم وبلا معرفة. تراب عنده معرفة، تراب عنده وعي، الأشجار عندها وعي، هذه الطبيعة التي يسموها الطبيعة. لأنه لا يمكن أن لا تؤمن بشيء. أنت من خلقك؟ بين خيارات بسيطة مو كثيرة، إما أن تقول إني خلقت نفسي. صحيح أنت خالق نفسك؟ أكو مجنون يدعي بأنه هو الذي صنع نفسه؟ في مجنون؟ لا. إما أن تكون أنت الذي خلقت نفسك، أو أنك خلقت من لا شيء. العدم خلق الوجود، أو تقول أنه خلقني رب عزيز مقتدر عليم. شو الخيار الآخر؟ هذا الكون موجود أم غير موجود؟ من السهل أن تقول لا وجود لشيء، هذا أقرب إلى التصديق من أن تقول أن الكون موجود لكن ما حد صنعه، ما حد صنعه، كان عدم تحول إلى وجود. تقول غير موجود، أكو ناس طبعا، في هنالك أشخاص هؤلاء يقولون كل ما نرى خيال في خيال، أصلا هذا خيال ما له وجود. أنا أعتقد هذا أقرب من أن نقول لا هذا مو خيال، هذه شجرة، هذا ماء، هذه بحار، هذه جبال، هؤلاء بشر، هذه ورود وإلى آخره، ولكن خلقت من غير شيء. أم خلقوا
من غير شيء أم هم الخالقون؟ سواء في الكون أو في الأشخاص لابد أن يكون من خلق. نحن نعرف اليوم العلم يتحدث ليس عن أزلية الكون ولا عن أبديته، يقولون هذا الكون لم يكن موجودا قبل 15 مليار عام قطعا، ما كان موجود هذا الكون ولن يستمر إلى الأبد، فلا هو كان من قبل ولا هو مستمر إلى الأبد. نحن نؤمن بإله حي قيوم، هم يؤمنون بإله فاني سيفنى سينتهي. زين يوم اللي ما كان موجود يعني كان عدم، العدم شلون تحول إلى وجود؟ فاقد الشيء لا يعطيه، عدم تحول إلى وجود. هذا الذي يدعون الناس إليه، هذا البديل الأول. البديل الثاني، نحن نقول أن هنالك جنة وأن المؤمنين بالله الصالحين في هذه الحياة يذهبون إلى جنان الله، لكنهم يقولون أن الإنسان حينما يموت يموت ويفنى، هم يدعون إلى العدم، نحن ندعو إلى الحياة، وإن الآخرة هي الحيوان. هم يدعون إلى التراب، نحن ندعو إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. ثم البعض يقول لا، الله موجود، لكن لو كنا نستطيع أن نراه، أن نلمسه، أن نحس به، أن نراه بالحواس الخمس. أخي، هذا الذي تريد أن تلمسه، أن تلحسه، أن تحس به، أن تراه بعينيك، هذا صنم، هذا صنم. هذا السبب اللي الناس راحوا وراء صناعة الأصنام وعبادتها، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هكذا قال بنو إسرائيل لهارون أخي موسى حينما ذهب موسى للطور، أنه الآخرين عندهم أصنام، احنا نريد فرد الصنم نشوفه نلمسه. بحث الناس عن رب يرونه يلمسونه يحسون به يلحسونه، فصنعوا الأصنام وأكلوها. أكثر من هذا الشتري صنم ما يقدر، عاجز مثل الطبيعة. هؤلاء الملحدون يدعون إلى الإيمان بالطبيعة وعبادة الطبيعة كما كان يدعو الجاهليون إلى الإيمان بالأصنام، لازم يلمسوه يشوفوه ويأكلوه أيضا كما كانوا يصنعون أصناما من التمر، فإذا جاعوا أكلوا منه وخلصوا. واحد يأكل إيد ربه، واحد رجل ربه، واحد أنف ربه، واحد خشم ربه، وإلى آخره. على كل حال أقول الله الذي نؤمن به فوق المادة وفوق الطبيعة وفوق الوهم وفوق العقل، لأنه خالق الأوهام، خالق الخيال، خالق العقل، لن يكون محاطا بالوهم ولا محاطا بالعقل ولا محاطا بالخيال، وإلا كان مخلوقا لم يكن خالقا. قدرته مطلقة، حكمته مطلقة، علمه مطلق، هو الحق المطلق، لا يمكن أن يحاط بشيء حتى بالوهم. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. إذن البديل الذي يقدمه هؤلاء بديل لا يقبل به العقل، وهو أن نكفر بالله الواحد القادر الحكيم العليم الحي القيوم، ونؤمن بالطبيعة العاجزة الفانية المحكومة من قبلنا. يعني هذا الطبيعة الخالقة إلنا محكومة إلنا، هي خلقتنا فأصبحت محكومة لنا. أعظم الآيات على وجود الله هو الوجود. هذا الوجود من أين؟ أخبرونا. للعلم أنا قرأت هذا الكتاب وقرأت ما يكتبه الآخرون من أمثاله بدقة، حقيقة غير حسب التعبير العراقي غير الهوسة وقضايا جانبية
ما عندهم حقيقة يبينوها في هذا المجال يقنعون عقول الناس به. يقولون صدفة، ممتاز، خلنا نؤمن بالصدفة. هل ممكن اليوم أن هذا الماء، هذا الكأس من الماء يوجد هنا بالصدفة؟ لا. قلم على الأرض صغير مكسور يمكن يكون صدفة؟ لا. أولا شغل الصدفة مبين، أنت تقدر تميز الصدفة من غير الصدفة. لو رحت إلى صحراء وشفت أحجار مكسرة وشفت أشياء ما تبين آيات العلم والقدرة والحكمة يمكن تقول بالصدفة، لكن إذا وجدت لوحة مرسوم عليها صور ولو صور خرابيط حسب تعبيرنا مال أطفال، شايف هاي الأشياء اللي يكتشفوها أحياناً ويقولون هذه تدل على حضارة قديمة قبل 5000 سنة، بقولة حج أبو عمار يقول شمشة مكسورة، ملعقة مكسورة، كأس من الخزف مكسور، هاي حضارة وراها، وهذا الكون، هذا الكون وراها صدفة. زين صدفة، خلنا نؤمن بالصدفة. إذا أشيل إيدي وأضربك كف ليش تعاقبني؟ بالصدفة ارتفعت يدي ونزلت على وجهك. لا مو صدفة. ليش هاي الصدفة؟ ليش توقفت؟ من وقفها؟ يقول أنت مثل الشمعة تشتعل وتذوب وتنتهي، ما يخالف، منو أشعل الشمعة؟ من الذي صنع الشمعة؟ هذا سؤالي. من أين جاء هذا الكون؟ لماذا تلعبون بعقول الناس وتستهينون بعقول الناس؟ تقول لك صدفة؟ كل هذا الكون الذي نراه وفيه من التعقيد الذي لم يكتشف بعد للبشرية، كل يوم البشر يكتشفون فرد دقة أخرى في أعضاء الإنسان، في هذه الحياة، في معادلات الحياة، في قوانين الفيزياء، في قوانين الكيمياء. يعني البشرية 7 مليارات ومن خلفهم المليارات الأخرى يدققون يدرسون، بعدهم ما مكتشفين هذا المخلوق. كل هذا جاي عن طريق الصدفة. يقول أحدهم جاءني رجل قال الله ما موجود، هذا مجرد الدعاء، جيب لي دليل علمي ما موجود. أنا أجيب لك دليل علمي. أقول كل ما تراه تبحث عما لا تراه. لو وجدت سيارة تبحث عن من صنع السيارة وانت ما تشوفه. لو وجدت أي علامة قال البعرة تدر له على البعير، قديم في الجاهلية يسأل عن رب العالمين، قال له انت إذا شفت بعرة يعني روث الإبل شفتها على الأرض، هاي البعرة تدل على ماذا؟ على البعير. وأثر السير في الأرض إذا مشيت شفت آثار رجل، آثار رجل طير، آثار رجل حيوان صغير، وأثر السير يدل على المسير، أن أحدا مر من هنا. أفسماء كهذه وأرض كهذه لا تدلان على اللطيف الخبير؟ ما تدل؟ جاي الرجل يقول ما أؤمن بالله. قال له شنو شغلك؟ قال أنا محاسب. قال زين الكون من وين جاي؟ قال من الصدفة. قال يا محاسب عاقل، لو في الحسابات اللي تدقق فيها للشركة اللي تشتغل فيها شفت دولار واحد إضافي بتبحث من وين جاي؟ قال بلى. قال قول بالصدفة. قال ما يصير. ليش؟ دولار واحد مو بالصدفة، كل هذا الكون بالصدفة؟ كل هذا الكون بالصدفة؟ ودولار مو بالصدفة؟ وقلم مو بالصدفة؟ وشربة ماي مو بالصدفة؟ مش عجب هاي الصدفة مالتكم بيتكم في الكون؟ هاي الصدفة تشتغل وفيها القضايا الصدفة بعد ما تشتغل. شوفوا هل يمكن، اكو شيء اسمه صدفة، هل يمكن لشجرة برتقال أن تعطي ثمرة تفاح بالصدفة؟ شايفين حتى الآن؟ نعم يمكن البشر يعمل يجيب غصن من التفاح يخلي على شجرة البرتقال مثلاً، هاي الشجرة تغذي هذا الغصن يجيب لك تفاحة. لكن هل يمكن أن شجرة البرتقال تعطي ثمرة تفاح؟ لا. ليش مو بالصدفة ولا مرة؟ هل يمكن لبيض الحمامة
أن تخرج منها نعامة؟ لا، ليش؟ خلينا بالصدفة نشوف الصدف مالتكم، راونا إياها. هل يمكن أن عينك بدل أن ترى تسمع، وأن أذنك بدل أن تسمع ترى؟ لا، ليش؟ ملايين من الناس يولدون كل يوم بأعضاء سليمة، يرون كما يرى الآخرون، يسمعون كما يسمع الآخرون. هاي الصدفة ايش عجب هنا ما تشتغل؟ تعالوا من الناحية العلمية خلينا نشوف هاي الصدفة شلون تشتغل. قلت لك الكون معقد مركب، كل شيء في مكانه. لو كتبت من رقم 1 إلى رقم 12 على مجموعة أوراق على كروت وخليته في داخل كيس، ثم مديت إيدك وشلت وحدة من هذه الكروت، احتمال أن يطلع لك رقم 1 في المرة الأولى هو احتمال 1 إلى 12. طبعا احتمال في المرة الأولى ما يطلع، في المرة الثانية ما يطلع، في المرة الثالثة ما يطلع، في المرة 20 ما يطلع، في المرة 40 ما يطلع، لكن احتمال أن يطلع رقم 1 في المرة الأولى في هذا من هذا الكيس 1 إلى 12. أن يخرج الرقم 1 ومرة ثانية تمد إيدك وتطلع يطلع رقم 2، يصير 1 إلى 144 احتمال، واحتمال ما يطلع طبعا بس كاحتمال 1 إلى 144. لكن احتمال أن تخرج الأرقام بالترتيب من 1 إلى 12، يعني أول مرة طلعت رقم 1 صف أولى، مرة ثانية رقم 2 صف أولى، مرة ثالثة إلى 12. هذا الاحتمال 1 إلى 379 مليون، احتمال 1 في 379 مليون مرة، واحتمال ما يطلع إلى الأبد. أضف على ذلك، لو أتيت بعشرة من القردة وضعتهم في مكان ووضعت أمامهم كمبيوترات مونيتور وطابعة وخليتهم هنا يدقدقون على هاي الدقم على هذه الأزرار، 10 قردة، في احتمال أن يطبعوا لك مسرحية شكسبير؟ في احتمال؟ لو مليون عام خليتهم هم يدقدقون قطعة من الشعر؟ ممكن. لو وضعت مجموعة 1,000,000 من القردة يمكن أن يرسموا صورة موناليزا مثلا لدافنشي؟ صاير حتى الآن؟ ما يصير، صدفة ماكو شيء اسمه بالصدفة هو صار. إخواني يبدو جماعة يطلبون التقدم إلى أمام، رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد. تفضل. أين العلم فيما يدعي هؤلاء بالصدفة؟ زين، تعالوا ننظر إلى شيء نولد به ونموت معه. مبدئياً خلي أقول لكم ملاحظة، أنت صحيح الجسم في عينيك في أذنيك في أعضائك، هذا معناه أبوك كان صحيح الجسم في كل أعضائه، جدك أيضاً كان صحيح الجسم في كل أعضائه، أبو جدك إلى آدم، يعني من آدم إلى الآن كل آبائك وأجدادك كانوا سالمين، فولدت أنت سالما. قلنا احتمال من 1 إلى 12 قضية بسيطة نكتبها على أوراق نخليها في كيس وانتوا جربوا ان تطلع هذه بالترتيب المطلوب، 1 إلى 12 هو احتمال 1 إلى 379 مليون، وربما ما يطلع، مليار مليارين هم ما يطلع. الآن خلينا نقارن بشيء في أعضائنا. شوف لو أنت الآن طلعت برا من هنا وشفت فرد قصر بالهواء، لا أعمدة تحته ولا شيء يحمل اللي فوق، عجيب، هذه مو معجزة؟ طبعا قصر فوق السماء، ما معقول. عينك التي ترى معجزة أكبر من وجود قصر في الهواء. طبعا أكو أشياء الله خالقها في الهواء، هاي الكرة الأرضية، احنا على الكرة الأرضية،
وهي كرة في الفضاء مثل الشمس مثل بقية المجرات، لكن عينك التي ترى أعجب من هذا القصر الذي في الهواء. ليش؟ واحد بنقارن حتى كل شيء جاي في مكانه، من واحد إلى 12 لا ملايين، كل شيء جاي في مكانه. أولا هذه العين خلقت في داخل حفرة، بس الحفرة مو عميقة، لو شوية أعمق من هذا شكلك مكان حلو، لو شوية عيونك طالعة برا يقولون جاحظ، يعني عيونه طالعة برا مو حلو، مكان معين لكن محاط بعظام. ليش؟ حتى إذا تلقيت ضربة بالصدفة في وجهك ما تفقد عينك. عينك شيء مهم. الإمام علي سلام الله عليه يقول اللهم اجعل سمعي وبصري الوارثين مني، يعني خلي إلى آخر لحظات حياتي عيني تشوف وأذني تسمع. تحتاج لعيونك لدفع البلاء، لدفع الأخطار، للقراءة، للمطالعة، للتمتع بالمناظر، لألف شغلة وشغلة. الله مخليها بين عظام. شوف هاي السيارات اللي يصنعوها حتى الآن هذا ما عارفين يسووه بشكل معين، أول ما تصطدم السيارة تصاب الليتات اللي بيها مو هالشكل. كم مرة في حياتك متلقي ضربات في صغرك وإلى الآن؟ كم مرة إيدك من كسر ورجلك من كسر وإلى آخره؟ لكن هذه عينك بقيت سالمة. أنا ما أشوف أحد في هذه القاعة عيونها غير سالمة، ربما ضعيفة ويلبس نظارات، لكن عيونها غير سالمة. إيش عجب طلعت منها سالمة؟ لأن الله بخلي عيونك في مكان صحيح، ووضع أيضا حواجز لكي لا تصاب في عينيك. والعين تشتغل شغلتين، قسم من عنده أوتوماتيك ما عندك خبر بي، هو ده يشتغل. يعني العين تعرف؟ لا العين ما تعرف، اللي صنعها يعرف. يعني أحيانا تأتيك ضربة من بعيد، العين هي تغلق نفسها، تريد لو ما تريد، بالليل لما تنام عيونك تنغلق ولا تبقى عيونك مفتوحة؟ لا تنغلق. إذا شوية غبار أجي عليك عيونك تدمع، يعني الماء يزيد لكي يغسل، تغسل عيناك. المهم هذه العين تأتي تحت الحواجب. وليش الحواجب يا أبو؟ لشيئين، لعشرين شغلة، لعشرين سبب. واحدة من عدها لمنع أشعة الشمس من أن تتساقط على عينك مباشرة. العين حساسة، أقل شيء يمكن أن يصيبها بعطب. الحواجب تمنع سقوط أشعة الشمس، حاجز حتى تشوف بدون أن النور يكون في عينيك. وبعد للجمال، إذا تشيل حواجبك شلون شكلك؟ إذا واحد انجل الدنيا وما عنده حواجب شلون شكله؟ يروح يرسم، يعطي فلوس حتى يرسموا له حواجب مزيفة. وشغلات أخرى، العين فيها رموش، هذه الرموش التي حول العين حتى تمنع أقل ذرة من الدخول في العين. لأن أحيانا تشعر بوجع شديد في عينيك، تراوي عيونك لواحد ثاني يابا شوف شنو في، أوه فتشي كلش صغير. غير الحواجب من فوق في رموش تحيط أيضا بالعين، أيضا للجمال. شيل هالرموش شوف شلون عيونك، جرب مرة واحدة طبعا مو أكثر. العين في الحقيقة ترمش بدون إرادتك، ترمش. تدرون كم مرة عيونكم ترمش بالسنة؟ لا. كم مرة بالشهر؟ لا. كم مرة باليوم؟ لا. لازم تروح تقرأ، ما عندك خبر، لأن هاي العين تشتغل بدون إرادتك في قضايا معينة، منها الرمشة. العين ترمش مرة كل 5 ثواني، يعني 11500 مرة إذا قلنا أن الشخص جالس 16 ساعة. في 16 ساعة ترمش عيناك 11500 مرة، يعني 4.5 ملايين بالسنة هاي عيونك ده تنغسل. وبعد الدموع أو الغسل، هذا الغسل في مي. المي لما ينزل وين يروح؟ أكو حفرتين هنا قريب الأنف، روح طالعها بالمراية، حفرة صغيرة جدا. هذه الدموع التي تغسل العين بها
هذا المي هذا ينزل داخل هذه الحفرة وتروح في الجسم وتطلع في مكان آخر. لو افترضنا أن هذه الحفرة انسدت، دائما أكو دموع دا تنزل من العينين، وإذا زادت الدموع فتنزل، يعني حينما تبكي في مناسبة من المناسبات، فلأن المياه أكثر من قدرة هاتين الحفرتين من استيعابها فهي تنزل من عينيك. زين، العين شنو تعطيك؟ تعطيك صورة الشيء، وتعطيك حجم الشيء، وتعطيك حركة الشيء، وتعطيك ألوان الشيء، وتعطيك مسافة الشيء. وإلا ما تقدر تسوق السيارة، تقدر؟ إذا المسافة متعرفها بعينك، إذا الحركة متشوفها بعينك، المسافة، اللون، الحركة، الحجم، الصورة، هذه عيونك تعطيك 80 سنة تشتغل دائما إلك وفي خدمتك. والعين تعبر عن الفرح، إذا واحد فرحان يبين من عيونه. العين تبين الغضب، العين تبين الحزن. العين تحيط بها 6 عضلات، شايفين؟ أنا شايف طبعا. واحد مصاب في عضلة من عضلات عيونه ما يقدر يحركها لفوق وينزلها أو يمين وشمال، يعني عيونه فيها نقص معين لأن هنالك نقصا في هذه العضلات. وبعد في العين نوعان من الخلايا الحساسة، نوع تميز الألوان وعددها 5.5 ملايين، ونوع من الخلايا الحساسة تميز الأضواء، أسود أبيض، عددها 100 مليون في جناب عيونك. ويكفي أن نحسب الدقة، دقة العين من هذه الأعصاب التي تنقل الصور والمعلومات والحركة والمسافة واللون والحجم إلى الدماغ. العين فيها 576 ميجا بيكسل. البشر إلى الآن شركة سوني صنعت كاميرا كلش دقيقة، كم ميجا بيكسل؟ 30 40 60 ميجا بيكسل. ورب العالمين في هذا الطفل الرضيع اللي أمس جاي للدنيا خالق عنده 576 ميجا بيكسل. قرنية العين شفافة بشكل كامل، كل أعضاء جسمك تتغذى بشعيرات إلا العين. ليش؟ لأن إذا كانت شعيرات فيها تشوف كلها شعيرات، شعرة صغيرة تشوفها بعينك تصير مانع للرؤية. العين شلون تتغذى؟ هاي الأنسجة بحاجة إلى الغذاء، بحاجة إلى الأكسجين، بحاجة إلى الطعام كما بقية أعضاء الجسم. طريقة التغذية في العين أن تتغذى عن طريق الحلول، يعني أن الخلية تأخذ، الخلية اللي هنا تأخذ الطعام تعطي للي جارتها، والجارة تعطي للجارة، والجارة تعطي للجارة حتى تغطي العين. أريد أسألك، هاي الطبيعة اللي تسميها الطبيعة العرجاء الجاهلة، هل قد عندها علم؟ هل قد عندها فهم؟ اللي العين كل الجسم يتغذى بالشعيرات، يوصل للعين؟ لا، هاي الشعيرات بعد ما تشتغل عن طريق الخلايا تأخذ لنفسها والجارتها. وبعد العين فيها قزحية، هاي القزحية واحدة من 5 أشياء لا يشترك فيها أحد من البشر مع غيره. زين، هاي الصدفة ايش عجب ما خلقت 2 متشابهين في خطوط البنان؟ طبعا الأصابع ليش يأخذوا البصمة؟ لأن هاي البصمة ما يتشابه بها 2 من 7 مليارات موجودين، ومن مليارات كانوا موجودين، ومن مليارات يجون بعد ما احنا نروح من هاي الحياة. ماكو 2 اللي بصماتهم تتشابه، هاي واحدة. 2، القزحية، هاي العين هالأيام في المطارات يصورون عيونك. ليش؟ لأن ماكو 2 يتشابهون في القزحية من 7 مليارات، ونبرة الصوت، ورائحة الجلد،
هذه أشياء كل واحد خاص بها. ولذلك أجلكم الله الكلاب البوليسية إذا وجدوا شيء يروحون وراء الريح إلى أن يوصلون للشخص، لأن جلده إلى ريحة خاصة. وأيضا الزمرة النسيجية، هذه خمسة أشياء إلى الآن البشر اكتشفوا أن لا أحد يشبه غيره. جناب الصدفة، شلون تقدر تميز كل هالأشياء وتعطي لكل واحد خصوصيته في هذه الأمور؟ وبعد العين بها مي، زين كلنا نعرف العين بها مي. إذا راحت إلى فنلندا إلى القطب ودرجة الحرارة 70 تحت الصفر، على رأسك تخلي غطاء من الشعر، تلبس معطف من الجلد، وتلبس جوارب ما أدري من شنو، وتلبس أحذية اللي تقاوم البرودة وتمنع البرودة من الوصول إليك، عينك هم تغطيها بشي؟ لا، ليش متجمد؟ فيها مادة ضد التجمد. عجيب هاي الطبيعة، عجيبة. للعين خلقت مادة بخلاف التجمد مهما كانت درجة الحرارة. هذه واحدة من النعم، واحدة من أدلة وجود الله عز وجل، والتي تنسف نظرية الصدفة. ما معقول كل هذا مصنوع من دون معرفتنا، وفي جميع الناس بالملايين، وكل يوم مواليد جدد، وكلهم مثلي ومثلك. وهذا بعض الشيء عن العين، وإلا القضية تحتاج إلى دراسة جامعات. أطباء العيون ما الذي يدرسونه في الجامعات؟ يدرسون بس هاي العين. والآن أكو كلام أن العين اليمنى تختلف عن اليسرى في بعض الأمور، في تخصص في العين اليمنى وتخصص في العين اليسرى، مثل ما أكو تخصص في الأذن اليمنى والأذن اليسرى وإلى آخره. شلون تقول هذا صدفة؟ ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه طبيعة، أصنام، صدفة، هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أنا أحيانا أستحي من ربي حقيقة أتحدث عن وجوده، أقول عدم، أعطاه ربنا نقطة من الوجود فصرت أنا وصرت أنت، وربانا وغذانا وخلقنا من نطفة، من حوي واحد. القرآن يقول نطفة مو نطف، لأن النطفة التي تنزلق وتذهب إلى البويضة 400 مليون، وحدة من عدها صرت أنا، وحدة من عدها صرت أنت. والله خلقنا من ذاك الماء المهين وغذانا ونحن في ظلمات ثلاث، وربانا وكبرنا ولا يزال يعطينا النعم. ويجي واحد يقول وين الله؟ وين الله؟ الله ما موجود، وهم الإله. زين أكو شيء ما يقدرون يردون عليه، واحد الوجدان. الله خالق للإنسان وجدان، فطرة، فطرتك تقول هنالك رب. حتى هذا اللي ينكر، أنا لاحظت بين فترة وأخرى حسب كتابته يبين الفطرة تقول له كذاب، لتكذب، فيحاول يرد الفطرة، يبين من عنده. فطرة الإنسان تقول أن هنالك رب. الشيء الثاني اللي ما يقدرون ينكروه هو وجود الموت. يوم القيامة رب العالمين يأتي بهؤلاء الذين أنكروا وجوده أو أنكروا القيامة، هذا الذي كنتم بها تدعون، هذا هو، هذا كنت تقول كذب، تفضل في هذا الكذب، ما في شيء، هذا الوهم هو الذي سيحكم عليك، وليس من حقك أن ترد، هذا الوهم هو الذي تدخل فيه. يا بصير عاقل وآمن رب ربك واتبع شرائعه والتزم بقيمه واستمع إلى أنبيائه حتى تعيش في الدنيا سعيدا وفي الآخرة حميدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.